له هيك متضايق كثير متضايق ما يعني صعب 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 طب ما خلص ما خلص ما خلص والله صعب يا ابو بنبلش معقولين يا زلمه يا خيي جمهور شو بدك انت لابس مرضت يا خيي مش بس سمعت الوزير تبع الصحه بفعور قال لك ما تبوس بوستا انت يا خي... مرضت طب ما قدرت قاوي ما شو بعمل يعني بعتها شو انه انا بمرض عنك قصدي الاسبوع الماضي اجرت شركات الاتصال اللبنانيه عده تعاقدات لتطوير شبكه الانترنت برعايه وزاره الاتصالات واكتشفوا شيء كثير مهم انه صحه باطس عشان كأنه عم تقول شيء لا عم باطس صح عطسه بس عشان القريب بتعرف لانه قريب بالاجواء ونفايات وهيك طيب ابو طلال انت شو رايك شو حققت وزاره الاتصالات باخر فوفي دو نوت ديستربيت يعني عشان نكون واقعيين الوزير تبع الاتصالات هو اسرف واقوى وانظف واحسن وزير اجى على لبنان اللي هو الوزير ابرص حرب وزير اتصالات ابرص حرب هو اكثر واحد بيشتغل فوفي بطرس يا خي منيح هلا ابرص بطرس اقرط تقرط ماشي ماشي الحال كله بيمشي بس ما فهمت ليش هالقد انت عم تنفخ فيه وانه هو يعني والله شو رايك نفسه طيبه على الاكل انه شو ليش يعني زلمه اختصاصه اتصالات بس هي مشكلة انه اختصاصات قديمة شوي يعني سلكية يعني موتورولا نوكيا هذا الشحاط اللي بيفتح من ايام زمان عرفت 0601 كله انترفان قديم بس انا بعرف يا ابو طلال انه وزير اتصالات لازم يكون كثير ان بكل المسائل التكنولوجية يعني اوعى مسائل تكنولوجية لا وزير اتصالات يا حبيبي الزلمة بتعرف بدي اقول لك شغلة شو هذا قد منه قوي ايه بتعرف خليفة مين؟ خليفة مين؟ سيف زياب خليفة سيف هذا سيف العبد بيقولوا مين سيف شو؟ سيف زياب سيف سيف لكم تبع الحسبة تبع الحسبة تفاحة انت ابل سيف جوب ابل ابل ابل, أبل. تفاحة كاروت جزرة جزرة بنانا موزة موزة مازر فاكر بقتاية خليفة سيف زياب وخليفة بيل جيتس وخليفة ميا خليفة لح ميا خليفة شو جاب ميا خليفة صادي 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 لحظة شوي لحظة شوي ميا خليفة نجحت ولا ما نجحت يا خي عرس عملت مركز أول ولا لا يا خي عملت سيلح بشو طلعت أولى المخلوقة أولى السيدة الأولى لح ما فيك تقول السيدة الأولى يا أبو طلال ما هلا ما في رئيس جمهورية بتقطع عادي كله طب أنت بس ما فهمت اثبت لي إنه هو هالقد قوي يعني شو هلا هالحكي يعني هو في حقيقة أحضر هالفيتيز بتشوف يلا أقامت شركة ألفا بإدارة أوراسكوم للاتصالات في فندق فور سيزن بيروت احتفالاً رعاه وزير الاتصالات بطرس حرب حيث تم توقيع عقود تنفيذ شبكة 4.5G LTE مع شركتي إريكسون ونوكيا لبنان اللي في الجيل الرابع 4G تبع الخليوي وال4G بلس في كل لبنان ولا محل بلبنان بده يضل معتم أو ما بيطالوا هاي الخدمة شفت شو قال لك الزلمه؟ شو قال؟ 4G بلس انتبه البلس غير البلس البيتزا غير البيتزا فهمت بيبروني بيبروني اوكي تفرق. بيفرق طيب ابو طلال مش باترون شو... باترون طيب فهمت اوكي ابو طلال مش شوي بتحس بيتش بيتش في فرق فهمنا فهمنا مش شوي غريب انه عم يحكي عن نوكيا والاريكسون يعني مش شوي ما بعرف في حياته هو عمل ديل اخو من شفته؟ والله فوفي هيدا الديل اللي عمله انه كثير قوي يعني الديل انتبه عمل الديل مع شركه اريكسون ونوكيا والنوكيا والاريكسون بعرف حدا يشتري منهم بتعرف انا شو صار معي من فتره شو صار معك عيد ميلاد 608 عمره صار 108 جبت لها نوكيا تفضل يا تيتا يا حلوه يا اموره يا كذا جبت لها نوكيا انا عشان تتصل بعزرائيل تشوف امتى بده ينزل ياخذها كبرت مسكت التليفون هيك ضحكت علي قالت لي يا ستي معقول ما فيه اندروير التليفون انه قديم يعني شو خاص التليفون بالاندروير يا ابو طلال شو يا ربي شو خاص انت بالمره قلن لك التليفون جديد في شيء اسمه اندروير بيبعت من الـ من الـ من التليفون العتيق من هيدا لهيدا بيروح من اندروير يعني بالبلوتوث اندرويد لا هو اندرويد قوم اذا بدك طلع كف الحلقه عنه
هو يعني هيك قصدك انت؟ ايه فانه زعزي تفوفي حقيقه هو عمل دين مع السلك القديمه. ايه هو بطرس حرب. بس الفكره وين؟ وين؟ انه حقق انجازات ما حدا قدر يحققها بتاريخ لبنان. شو عم تحكي؟ عمل حضار فرجينا. حارب قال إن هناك عدة إنجازات حققتها وزارة الاتصالات بالتعاون مع فريق العمل والشركات، أهمها أنه تم وضع استراتيجية جدية لمستقبل لبنان الرقمي ووضع تصور للبنان 2020. سمعت منيح؟ انتبه، ركز على شغلي. قال لك استراتيجية جدية لبنان. استراتيجية؟ الفكرة كلها بجدية. آه يعني هون قال ابن عادل وزلوا ونواب بيجتمعوا بمجلس بكبوا استراتيجيات بس هبله مزح. اه بكبوا بصيروا نقطوا عليهم. إيه محمد عدل ما بيضحك بيضحك بصير، عرفت؟ هلا هون بطرس حرب قال لك استراتيجيه جديه، جديه عم يشتغل صح. بعدين ثاني انجاز هو الاهم يا فوفي، انه تصور يعني بمعنى حلم لل 2020 انه لبنان حيصير منيح بالانترنت. حلو كثير. كيف شو بدك احلى من هذا؟ هالحلم صار عندنا اثنين بالعالم على وجه الكره الارضيه، بان كي مون بيقلق وبطرس حرب بيحلم. بس حلم الزلمه حلو، عيسك باحلام طبعا. هلا هو عم يقبض على الاحلام على فكره بالوزاره. اه والله. اه والله كل ما يحلم. بس هو شو شغلته؟ كل شيء قطاع اتصالات يعني. هيدا هو كل شيء. هو لك هو يعني اذا بدك الصراحه تو بي انفير، هو الزلمه اختصاص انقطاع اتصالات وانترنت. لا قطاع، لا انقطاع اختصاصه. اختصاص هو اختصاصه انقطاع. نعم انترنت واتصالات. شكرا شكرا ابو طلال على المداخله. اكيد نحن هلا فهمت عليك، عم توصل رسالة أنت إنه الإنترنت بطيء. أبدا. شوف في خيطة ما أجملهم. شوف هيدي منا لبنانية، ما تيس بقولوا لها شوف لونها. والله كثير حلوة.